حدش يستنتجه، حد يستنتج بالون، تمام؟ فبيجيب الاستنتاج مع بعض، حطهم الاثنين، عملوا زي حرف البي، يلا ننفخهم الاثنين نومينال. بنحب نعمل لهم تكنيك معين، ننفخ ده 6 16 وبعدين نقلب 16 6 عشان تظبط الكارينه، لا تكنيك معين يعني. المهم عملت فيه والدنيا تمام وحطيت كل حاجه، انت قضيت النهارده، بس بشرط ان انت واخد فيو كويس وتبقى متاكد ان الميمفيس ما فيهوش حاجه، وانت مش واقف على حته ديزيز تعمل فيها اريتيشن، هيرجع لك العام بايه؟ بالستنت او الايدج ستنت. حلو؟ ده الفيستنت زمان. طيب لو حد عمل الاسطوانه بتاعت كولوم بتاعت جروسمان القديمه في 2006 او 2000 وكام؟ 2006 هتلاقي كل التكنيكس اللي كانوا بيعملوها التاب والبيج كلها كلهم كانوا شغالين. فاي حد يدخل باي فوكيشن سيمبل يجيب الاستنتين، يحط واحده يحط واحده يحط واحده يحط واحده، ما كانش بيروح حته الايه؟ الفلو داينامكس. يعني حتى بعد ما تيجي تعمل تكنيك هبتدي اقول لك على حاجات وستبس معينه احنا بنعملها عشان اللونج تيرم اوت كام. انا فتحت الفلو بس وبعدين التربلنس بتاع الفلو، الفلو ده اللي طبيعي انت ما عملتلوش ريستوريشن، طب بعدين هيحصل فيه بوزيشن فات، هيحصل استينوز، استينوز شوف استنت كمان هتبقى مشكله كبيره جدا. طيب التكنيك اللي بعده، خدنا الفي اللي بعده الواي ستنت. الراجل قال لك سهله جدا، عندك مدينه 111 معلش بس مش معموله، قال لك هجيب ستنت احطها في السايبر، مش هجيب ستنت احطها في الميمس واعمل لهم بروتوجال جامد الاثنين جنب بعض، مفيش مشكله عادي يلا نفكهم الاثنين. شكرا يا رسمه بتاعتك الاثنين مع بعض. طب والميتاليك نيو كارينا ده بقى بص صوته ايه؟ بقى الفيصل الكات سيكشن فيه عامل زي البارل او زي البندقيه، اثنين كده جنب بعض في حته ميتاليك نيو كارينا في النص. طب دي بقى الارقام الحاليه انت بتعمل ايه؟ كان زمان في ناس بتعملها دلوقتي، في ناس بتعملها دلوقتي، بس امتى؟ لو جبت تقرا في الكتب ايمرجنسي سيتويشن، ولو ان في تكنيكس ثانيه احسن من هو ما تطورش برضه. انا دخلت في حاله يعني يمكن انا في الكلام بتاعي شفتها مع حد من اساتذتنا، بس كان السيناريو كانت حد جاي ارمست والراجل بيموت وبتاع اوتر شورت ليفت نيم ساب الصوم بس دخل في الام دي اكس، طب بسرعه يلا هتستنتج لي ليفت نيم قصير فمش هعرف بقى نعمل الموت والكلام اللي احنا بنقوله ده، فهو يلا حط ستنت هنا حط ستنت هنا ونفخهم مع بعض، نزل البالونه اسحب البالونه سبعه وربع كويس سرعه سريعه جدا، ولا عملت بوكس ولا عملت اي حاجه خالص ورستور الفلو وانقذت العيان. وهو في السيناريو ده فعلا هو ده هو دايس هي دي الحته بتاع الاسكيس سيمتينيوس كيسنج بستنت اسمها مشهور كده اول مره يستنت كانها زي حرف الواو، تمام؟ بعد كده ابتدوا يقولوا تكنيك اسمه التيستنج. تاريخيا برضه لما تيجي تقرا عن التيستنج يقول لك ايه؟ ان انا كنت استنت في السايبر مش كنت استنت في الميمس زي حرف الاي. هنبتدي برضه نقول ان في اسماء تاريخيه وفي وصف. فالناس ايه لما بقول لك تستنتنج معناها ان انا حاطط استنت سايد برانش واستنت سايد بس بوصف معين، مش فكره ان انا شكل حرف التي ولا شكل حرف البي ماليش دعوه بالكلام. فزمان مثلا التي كان الراجل يحط اللي هو التكنيك الاولاني خالص ان هو يجيب الاستنت يحطها في الاوست بتاع سايد برانش بالظبط وبعدين يعمل استنتنج للبيبس. فلو كان لو كانت الانجل 90 درجه تمام، طب الانجل مش 90 درجه مشكلتك برضه فين؟ في الحته دي الميلس اللي هبوظ لك اللي انت عملته كله. يمكن الناس حتى زمان ما كانتش اورينتد اصلا من الحته دي، يعني انت انجيوغرافيكال لما انت دخلت البالونه وسعت البالونه وسعت البيس الحصر وما حصلش ريكويل فيقول لك من النتيجه جميله جدا. انا شايفها رهيبه والمنطقه دي بالذات بيحصل فيها بلاك بوزيشن وحاطط عليها ايدج بتاع الاستنت تبقى نافخ عليه مايكرو دايسكشن ريتيشن ما عليهاش ده هتعمل مشكله. لو ما عملتش اصلا اكيد ستنس وموتس كنت شغال. حلو؟ فيقول لك ايه تستنج؟ انت في الزاويه دي ما تنفعش. التستنج زمان عشان برضه ما نتلخبطش في التفاصيل لو وريت الكتب القديمه هتلاقي يقول لك تستنج انا ببدا بالسايد برانش الاول وبعدين مين بس. اما واحد تاني طالع انا مش جايبها هنا يقول لك اسمها موديفايد تي. لما تسحبها شويه اسحبها شويه بس هات بقى لما تحطها في المكان لازم تعمل التكنيك ده دلوقتي. بنعمله في النانو كراش دلوقتي يعني تستنج السايد برانش وتحط بالون في النانو يقول لك اسحبها شدها عليها لو انت غطيت النص فيها بس ايه ما طلعتش الميمس التاني. زمان كانوا بيسموها ديفولت تي تمام؟ كل ده ارمي ده ما عادش موجود. فالموجود دلوقتي ايه؟ التاب تي ام بروتوجن تي ام بروتوجن هل بيقدر يستاند برانش؟ لا. فكره جباره في الاول اللي اخترعها راجل جبار وبعدين اوبتل ناو اشهر تكنيك بتعمل في مصر وفي العالم والناس بتحبه جدا جدا عشان السيمبلستي بتاعته. ايه فكرته؟
الراجل قال لك تمام يا باشا، انا دلوقتي الهدف ان انا اعمل ريميكس وستار برانش الاثنين. طب انا اعمل ايه؟ انا احط ستارت في الريميكس اللي هو المهم الاول، وبعد انا بقول لك الفيلوسفي بتاعه التكنيك مش تفصيل، وبعدين هعمل فورم في الستارت. قال له ازاي؟ قعد بالونه اوسع افسح كل السبوتس دي واعمل افتح ايه؟ قصاد الاستر خاصه برانش، وبعدين اجيب ستارت. هجيب الستارت تعمل فيها ايه؟ اعمل لها سمول مينيمال بروتوكول 1 مللي 2 مللي 3 مللي 5 مالناش دعوه، هنشوف دلوقتي بنعملها ازاي. بس هتلاقي في كتاب مينيمال بروتوكول 1 2 مللي. حلو؟ الفكره كلها ان انا احط المسدس اللي احنا قلنا عليه. ان انا احط كل اعمل ايه؟ كومبليت كفرج اوف سايد برانش اوستيا. على حساب ده لازم اطلع بمثال اليوكارينا، الكارينا اللي كانت الاساسيه تحت انا طلعت بحته فوق. طب هتتعامل معاها ازاي وتعملها ازاي؟ هنبقى نشوف. بس كانت فكره عبقريه وستيل اكتر من اشهر الحاجات. ده اللي هو اسمه ايه؟ التاب تكنيك. قصاد الدروباك الحته اللي انا مطلعها دي تلاقي حته ميتاليك نيو كاراين هتشوفها دلوقتي. وحته تلاقي طب استنى بقى. التاب تكنيك ده رخم. انت طالع حته صغيره يا عم العين كح اتحرك ايدك اتهزت، شفنا حالات مع الدكتور فلان امبارح وبيعمل كده هو بيعمل الستنت داخله منه، جبنا ستنت ثانيه والدنيا عكت. واحد تاني لسه كان بيعمل التاب تكنيك قام ساحب الستنت اللي انا طلعت في الميكس كلها. عارف وهتلاقي في حالات بيحصل فيها كده. فجاء انطونيو كولومبو الايطالي اخترع الكراش. كان يتصور فكره عبقريه مجنونه في الاول. هو الراجل يقول لك ايه الفلوس بتاعتها؟ حط لي ستنت ساب برانش وحط ستنت في الميكس. واعمل يا باشا بص الروتروجن في الميكس ازاي؟ بص انا عايزك تتنطط ومتاكد ان انت مغطي السايد برانش 100% والستنت بتاعتك ستيبل وتمام من 3 ل 5 مللي. وظبطهم الاثنين وبعدين انفخ ستار برانش ستنت. بعد ما تنفخ ستار برانش ستنت اسحب البالونه واسحب الواير واعمل ديبلويمنت للميوكس ستنت. فانت كده غطيت السايد برانش بوستيا 100% عملت بروتروجن في الميوكس. اي حته بروتروجن في الميوكس انا عملت لها رش فعصبتها. فالميوكس ما بقاش حته تحددها على ده الدنيا بقت واسعه. تمام؟ طبعا هيبقى في بقى منطق في شبكه وفي تريبل لاير في كراش ستنتي والناس هتبتدي تقول له ايه؟ يعني الستنت دي اصلا معموله عشان تبقى كراش. لا تعالى انا اقول مره ولو انت وسعتها جامد وتقول له حتى حصل فيه كراكس لما تصوروها وتكبروها مشكله. مش البولي مره ده ليه في الديجنتي وفي قلب ادراك وفي كلام من ده والكلام اللي هو المفروض نشد بعض. وبعدين الفاصل ما بين ايه؟ ايفيدنس ليفت ايفيدنس. يا باشا انا عندي حالات وتابعت الحالات والحالات اللي لسه ما بتتكلمش. هو الميدسن كله شغال كده. فالراجل في الاول معانا بقى من التكنيكس اسمها ايه؟ ان انا بعمل كراش بالسايد برانش ستنت باي ذا مين بيكسل ستنت او بالمين بيكسل بالون. في الكراش في الستنت كراش في المين كراش في النون كراش في الكراش. الفاظ كلها مع بعضها. الفكره ان انا عملت كومبليت كفرنج للسايد برانش ستنت واي حته بكسر في المين بيكسل انا عملت لها كراش. تفكير جميل جدا. قصاد بقى التريبل لاير اللي ايه؟ اللي عند المين بيكسل. وكل ما احط ميتال زياده كل ما زودت برضه الديفنس اكتر. طب وانا بعدي بعمل ريكونسنج زي ما بنشوف دلوقتي هيبقى الموضوع صعب. تمام؟ فعملوا التكنيك بس نتائجه ما كانتش حلوه قوي. فعملوا بقى فيكيفيكيشن من الكراش. طب ما تطلع في الميم مثلا حته صغيره تسميه من الكراش على قد ما تقدر. هنشوف ايه على قد ما تقدر؟ ان انا ابقى محط السايد برانش وسط كويس. تمام؟ فيبقى زي التابع بس لا هبدا بالسايد برانش الاول وبعدين اعمل كراش ان الاقي حته زياده ما عملتش الميتاليك نيو كاراين دي. لما اقول لك على حاجه واحنا جايين بنشتغل ريديال والديفايسز بقى صغيره وبقى في جايدنج 6 فرنش. طب ما هو انت لازم يعني تعمل الستنتين مع بعض. طب ما تعمل كراش بالستار برانش عن طريق بالونه. قال له تمام فاهم مسمينها ستيب كراش. فستيب ميني كراش. طب ما تيجي تعمل مش عارف اسم مرتين فسميها دي كي كراش. وهكذا. بس دي الفكره بتاعتي. واحد ده قال له بقى سيبك بقى من ده ولا ده ولا ده. يعني انا هقول لك فكره عبقريه. وبعدين اعمل فيه فورم على السايد برانش وبعدين اجيب ستيم. بس انا بقى مش هسحبها عند اعمل لها مينيمال بروتوجن. لا ده انا هسحبها خالص لحد ما تعمل الاوفر لاب. والاوفر لاب دايما الناس بتقعد تسال فيه لحد فين لحد لازم تطلع الستيم بره منطقه البولي جوه في الكونفرنس. اللي هو لو انت خدت خط هنا كده هتلاقي المين بيسل فيه كونترالات لازم الستيم دي تبقى ملمسه فيه وراكن عليه كويس. عشان زمان كان بيقول الستنت بتاعك بيقول الستنت كلها بعد ما يعملوا فيها هيجيبوا الستنت تاني يعملوا اوفر باك قصاد بعض حتى في الميكس المنطقه كبيره. تمام؟ وبعدين يوم فوق
اعملش كراشنج عشان ما اقعدش اقول لي مبوظ الاستنتو فايصل وانا ما اعرفش ايه الفاصه دي. عملت تو ليرز في الميمبسل بس ايه هوموجينس تو لير. استنى بقى عشان الكلام ده مهم. هوموجينس ديستريبيوشن للدرجه بالرغم ان هما تو ليرز بس انا شايف احسن من المحركه بتاعتك بتاع الكراشنج. ويتخانقوا بقى والستابس كلها والطريقه زي الكلوت احسن ده احسن. طب الكلوت هنعمل حاجه اسمها دي في كلوت. طب الكلوت نعمله مين الكلوت؟ هو احنا قاعدين لازم نطلع تحت فوق. ما احنا ممكن نعمله شوط فنقلل الاوفرلاب وفي نفس الوقت في كورنس والكلام بقى وضرب في بعضه وستابس وحاجات كتيره دي في الكراش والكلوت دي ستادي ما اعرفش ايه مالناش دعوه ليه بالترايلز كل شويه هتلاقوا بس وهتيجي في الاخر تلاقي كل الناس تقول بص كده اهو حطونا ستادين في بعض وبقى ده البروكس ما بين كسب دبل لير بس ايه الاثنين مش مصر يعني. في الاخر حتى في العالم كله في اكبر السيمتومز هتلاقي الناس مش فكره ديك كراش اكتر تكنيك دلوقتي واخد اعلى قيمه فاللي هو احنا اي حاجه هو ديك كراش ده سيمتومز في العالم كله الناس بتشتغل تاني لو رامي 90 درجه تيستنج في العالم كله الكلام كله متغير. الفكره ان انا اوقف هذا التكنيك ويبقى في تكنيك بين اول تكنيك ثاني ممكن استخدمه عند الاسبوع تمام. ده سيمبل كده ايه لو حد لسه ما عرفش على موضوع الفوكيشن والفوكيشن استراتيجي بقى دي بقى المهم. ابدا الريفيو اعمل سب برانش الاول ولا ريفيو بس اعمل ده ولا اسس الثاني ولا لا. فانا عندي فيلم استراتيجي بروفيشنال استراتيجي وافرام بوستن تكنيك تمام. البروفيشنال استراتيجي هي اسمها استراتيجي مش تكنيك. ات از نوت جوال ستيب الناس كلها تقول لك انا هشتغل بروفيشنال وتيجي تبص في الشغل تلاقيه شغال حاطط واير وجايب ستنت وحاطط خلاص. هو فين بروفيشنال؟ انت بتعمل ايه؟ ستنتنج للبيبس وخلاص. انت ما عرفتش بايفيكيشن اصلا. فعشان تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا دخلت منطقه البايفيكيشن هحط وايرين. يبقى انت حاطط للسايد برانش واير فانت ناوي ان انت ممكن تعمل له حاجه. لكن انت ما حطيتش واير خالص انت بتتكلم ان ده انت مش هتعمل له بايفيكيشن او انت اهمال لو انت شايف السايد برانش عارف ان شاء الله مش هيحصل في حاجه واكيد ده بيحصل معانا كل يوم عشان برضه السوشيال ايكونوميك ليفل اللي احنا فيها في مصر فده بيفرق طبعا تمام. لكن بروفيشنال ده معناه ان انا ببدا انا نفسي وشغلنا وانا شغلي اصلا هو اصلا بروفيشنال ان انا نفسي احط ستنت واحد بس والله لو حصل حاجه احط ستنتين فبوتنج انظر ستنت از نوت فيلير ده مش فيلير منك اصلا ده حصل حاجه في البيسك فانا اضطريت ان انا احط اثنين. فانا لما اكتب على التذكره والله انا كنت شغال بروفيشنال فلو اشتغلت بروفيشنال تكنيك واحط في مين سيستم هرفض الستار برانش افكتد اعمل له بالون طب في لسه افكتد اعمل له ستن طب لو عملت له ستنتنج وايه التكنيك اللي احنا قلنا اللي بيبدا بالمين سيستم وبعدين بيكمل زي التاب فهسميه تاب. فواحد جاي من بره وانا شغال في الحاجه وحاطط وايرين هو داخل في نيتي عارف انا شغال يعني هو ما سالنيش هو ما يعرفش اصلا فانا داخل من الاول انا بسم الله الرحمن الرحيم انا هشتغل تو ستنت تكنيك ومحضر الستنتين وهشتغل تاني هبدا بالميكروسيم وبعدين ابقى هشتغل تاني فدي في نيتي. واحد تاني لا هبدا بالميكروسيم لو الصاب برانش افكتد هبقى اعمل تاني هو مش هيعرف مش هيعرف انا مش هتحلى لحد الاخر فلازم طب النيه دي مهمه مهمه جدا لان دي البلان انت بتحطها اكوردنج للبلان لازم تبقى انت متفق انت والتيم بتاعك زي ما بنشوف دلوقتي على بلان معينه عشان نبقى كلنا متفقين بحيث لو حصل مشكله اعرف اتصرف بسرعه تمام. فالكلام ده مهم جدا بروفيشنال. طب الافرونت ستنت مين؟ لا من الاول انا داخل احط هعمل ستنت للاثنين. نرجع خطوه باك الترو باي فوكيشن والنون ترو باي فوكيشن. النون ترو باي فوكيشن يعني السايد برانش مش هتفيد. خلاص؟ طيب الترو باي فوكيشن السايد برانش لا بيقسموه تقسيمه ثانيه. سيمبل ترو ولا كومبلكس ترو؟ الكلام ده مهم ليه؟ مهم للمدرسه التي كتبتنا البروفيشنال استراتيجي. ليه المدرسه الاوروبيه الكلاسيكيه هما بيحبوا العلم وبيحبوا فكره الفلو داينامكس ده كله الكلام ده مبني على المدرسه اليوروبيه ما بيفهموش الكلام. المدرسه الامريكيه والمصريه اللي مالهاش اي اتجاهات اصلا ودول ثانيه زي الهند احنا شغالين بايه؟ بمزاجنا. فكل واحد هتقول لك يا عم انا شايف كده هي جايه معايا زي الفل الناس الثانيه شغاله بكده بس والله انت اثبت لي ان بتاعتك كويسه قول لنا هنعمل زيك. لكن عندنا ستنا المدرسه الامريكيه مدارس ستين في امريكا شغالين برضه كده بس هو ما اعرفش في عند بينهم وبين الاوروبيين عند رهيب جدا هتلاقي في ستيبس دلوقتي في الكوره مش عارف
انا تواصلت حتى مع حد فيهم في موقع صيدلي يقول لك احنا بنعمل دلوقتي دراسات بالاوسيت عشان نثبت ان البتاع ده غلط اصلا. هم بيقولوا لك ان هو ما يعملهاش اصلا في الحالات. تمام؟ فالفكره بتاع ايه؟ التروبر انا عندي مدينه 111 تلاقي كل الناس يقول لك مدينه 111 يبقى انا هشتغل في السنتر فين؟ لا يعني مش معناها ان السايد برانش افكتد ان انا لازم اعمل له سنتر. مواضيع الكواليفيكيشن من المواضيع اللي بتخليك تكسر تتقبل النتائج اللي مش اوبتيمال قوي. انا ممكن اتقبل مسار اوبتيمال ريزلت بس على اساس ان انا ضحيت بشويه حاجات عشان المستقبل بشتري وقت للعيال ان انا هبقى في مستوى افضل. لكن في الشغل عادي انا بحط ستنت انا مش شغال بقيت فيها وحش في وسط ستنت اجيب سيجارون مش عارف ايه. لكن هتلاقي في الكواليفيكيشن سايد برانش افكتد وانت تلاقيك اول مره تشوف الكواليفيكيشن تلاقيها افكتد 80% والراجل طلع لك يا باشا بص ما تلمسوش. طب انا هو لو كان اصلا موجود الاول مش انا هحط فيه ستنت. لا عشان موضوع الكواليفيكيشن الحته دي مختلفه. تمام؟ فاحنا لو قسمنا الكواليفيكيشن هنلاقي بعض الحالات في ترايل اسمها ديفينيشن ترايل جميله جدا عمل الكرايتيريا. وطبعا الناس بتوع الاسطره دايما مش بتوع علم قوي يعني وشغل الكرايتيريا ولا بنحسب حاجات زي الرواتب في كوره والكلام ده بس هتتعلم من الترايل دي شويه حاجات وفاكتورز في الكواليفيكيشن. يقول لك ايه؟ انا هقسم لك او هعمل لك ديفينيشن لكلمه كومبلكس كواليفيكيشن. يعني ايه كلمه كومبلكس كواليفيكيشن؟ ان السايد برانش لا هو مش ده سايد برانش سبستانشال ديزيز. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هو ديزيز والديزيز بتاعه لا ده واخد منطقه اكتر معديه الاوستيا ب 10 مللي تلاقي في بتاعه كانت 5 مللي 10 مللي. المهم ان السايد برانش ده افكتد بيوند ذا اوستيا سايد برانش بي وسايد برانش في تايتل ستينوزس. الديفينيشن ترايل دي بتقول لك 70% في في الليفت مين واكتر من 90% في النون ليفت مين. لو لقيت السايد برانش والكرايتيريا دي كلمه سيمبل خالص يعني معناها ان السايد برانش ده محتاج تعمل له بي سي ار انت مش هاخد حته من الكارديال. هل ينفع ان انا اعمل الميكس واسيب الحته دي؟ فالقضيه انتهت. لو انا لقيت الكومبلكس تو باي فيكشن انا كده محتاج اعمل ستيب للسايد برانش. يبقى انا من الاول داخل سلام عليكم بروفيشنال استراتيجي كونترا انتيك ما ينفعش ابدا. طبعا مش حاجه في القسطره كده يعني بس انا بتكلم من الاول. لا انا في كل الحالات 80% اشتغل بروفيشنال ما عدا دي ومعمول عليها ترايلز وفي الليفت مين والديك كراش. هتلاقي اول مره كان في استادي زمان اسمها نورد استادي بتقارن ما بين كل التكنيكس والبروفيشنال في اوائل المتناصرين يقول لك لا البروفيشنال طبعا احسن من التكنيك على ويب جرافيك. انت بتحط اصلا في ستيب ايه؟ لكن دلوقتي يقول لك لا استنى بقى في الكومبلكس بروفيشنال ده كده الديك كراش اعلى من البروفيشنال. اعتقد برضو ان فيها سبب في التكنولوجي بتاع الاستبدال في التطور بتاع اجهزه القسطره في رؤيتنا الجديده. الناس اللي كانوا صغيرين مش شايفين زي دلوقتي. تمام؟ فابتدى الكومبلكس خلاص الكلمه. طب السيمبل بقى هو يفكشها يقول لك استنى هو مدينه 111 بس خلي بالك السايد برانش زي الحاله اللي شفناها في الاول. السايد برانش سيستم هو افكتد وطايق وكل حاجه بس نقط الديزيز او البلاك ديبوزيشن مش اكستند بيونز اوستي. ده بص من ده مش ده احنا ممكن نتعامل معاه بالميكس ستنتنج ويبقى كويس ويبقى عملنا اوت سكول ديفيكت ستنتنج لان اوت ستنتنج انا نسيبه يا عم المستقبل والنتائج بنسبه 80% يبقى كويس مش هيحصل له حاجه لما يبقى هيحصل له حاجه بعدين تمام. فدي الفكره في الايه في السن فالبروفيشنال انا دخلت على سايد برانش نورمال يبقى حرام عليا اصلا لو عملت اي تكنيك تاني عملت في ستنتنج مين؟ مدينه 1 زيرو اللي هو نون ترو باي فوكيشن ده بروفيشنال طبعا. فانا اول ما بعمل الميكس الاستنتج وحافظ على السايد برانش اللي هو ايه ما ينفعش. طب سيمبل ترو باي فوكيشن مدارس كتير هنا في مصر والمدرسه الامريكيه هم ما بيتهاونوش فيها مش هيروح بقى الكرايتيريا اللي انا قلت لك عليها دي يقعد يقول لك في الكرايتيريا ايه؟ ده مش الكرايتيريا ولازم عندك ايه واثنين ماينور هو السايد برانش كاسيتك في مالتي ريليجن الاكل تحت نار وما اعرفش ايه ما حدش بيكسب الكلام ده طبعا. فالمدرسه الامريكيه لا هو مدينه 111 في الليفت مين تو ستنت على طول. المدرسه الاوروبيه الهاديه الكلاسيكيه شويه يقول لك لا ستيل بروفيشنال استراتشي كان بي ادفايد ده انا ممكن اعمل وايرنج بس بشروط معينه انا مش عايز اضحي بالستار برانش برضه بس هعمل شويه حاجات بس في الاخر انا نفسي في ستنت واحده بس. فستيل مدينه 111 ممكن اعمل بيها بروفيشنال استراتيجي عادي جدا. تمام؟ لكن اب فرونت وستنت دي كومبلكس ما فيش خلصنا منه. طب في انديكيشن تاني انا داخل لقيت ديفيد
دقة واتجاه جدا جدا نفخ السيرب رينشر. في مشكلة وصل حصل صروم باص ديستكشن يا باشا السيرب رينشر ده لو قفلنا عليه هيقف. أنا وأنت بقى برضه نتخانق في الأسباب والمعطيات والسيناريو نفسه، بس إحنا لو اتفقنا في الكونسيبت ده أنا هعمل نفس التكنيك ومحدش يقدر يكلمني. بس شوف السيناريو كله، يعني أنا ما أقدرش أقول لك السيناريو ده أزا جنرال، لا لازم أقوله على حالة معينة.